قول لي. حبيبي والله. هلا يا معلم، طول بالك. وش كم مره؟ شوفوا لي شوفوا لي. حبيبي والله. هلا وحبيبي كرام، مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم عندنا ركز كيف كيف وكيف. عندنا اليوم يا شباب اربع اسلحه يا شباب، مثل ما انتم شايفين. الاوغ اوكي بتاعت الرامباج، بتاعت الاحداث اللي بدا حبايبنا اليوم، يعني عن جد شيء مو طبيعي. مثل ما انتم شايفين حبايبنا، عندنا هالاربع الاسلحه شباب راح تكون اكيد حاضنه جديده شباب. اسلحه الاوغ طبعا حبايبنا بهذه الحاضنة، عندنا اربع اسلحه شباب، كل اسلحه فيه شكل ما شكل مسمى خاصيه مخازيه معلم. حبيبي والله معلم فايق جد منهم، جاي يظبط لكم. المهم حبايبي ركزوا معي، كيف عندنا اربع الوان يا اساطير حبايبنا الكرام. شو رايكم يا شباب؟ شوي استعجلت انا بالوضع. هلا حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جات لكم اليوم مقطع جديد شباب، مقطع اليوم شباب راح نجرب اربع اسلحه الاوغ يا اساطير. بس طول بالكم شباب، صلونا على النبي الله يسعد لي اياكم، وخلونا ندخل حبايبي ونشوف الاوضاع كيف. عندنا هون اول سلاح اللي هو معلم اسمه مارس، تمام معلم. في الافكت معلم هذا السلاح شباب، في عندنا منه اثنين من ضرر شباب، واحد بالمدى يعني ضرر مدى معلم حبيبي والله، بس ولكن الريلود سبيد يعني سرعه الريشارجينج. المهم شباب هذا ما بيهمنا معلم، عادي ما بيهم ما بيأثر معلم، حط له اي شارجر الاصفر بيمشي حاله معلم، ولا يهمك. عندنا الثاني شباب فيو دمج هذه المره، بس دمج واحد بس، ولكن هذه المره شباب باثنين دقه يا جماعه اوكي، بس ولكن السرعه سرعة الحركة خفيفة، ما في مشكلة عادي معلم، نحن بدنا نضرب ونحن عم نمشي بالسلاح ما في مشكلة. anyway عندنا الثالث واحد جاب اللي هو اللون هذا البنفسجي ولا الزهري معلم حبيبي والله، فيه المدى واثنين اختراق الدروع حبايبي الكرام، عن جد يعني اشي حبيبي والله. بس ولكن هذا الشباب هذا الشباب هيك يعني اللي عجبني وضعه شباب، لانه بتعرفوا شباب كل سلاح فيه السرعة يعني يكون وضعه باللوس. هيك شباب عندنا هذا الاحمر عفوا الازرق، فيه سرعه وفيه مدى، سرعه ومدى. ليك شباب راح نجرب نجربهم كلياتهم حبايبنا، وراح انا بالنسبه لي راح اجرب اللي شايفه يعني بالنسبه لي بلش من يعني من تحت للفوق اوكي. عندنا حابب نجرب، خلينا نجرب هذا شباب، خلينا نجرب هذا ابو المدى، ندخل نشوف شو وضعه معلم بالتدريب، نجربه على رواق ونشوف الدمج تبعه كيف راح يكون والى اخره. مع شباب عم تخز على كده، كيف حصلت على هذا الاوك تبع شباب؟ هلا شباب الشركه ارسلتنا اياها قبل ما يعني ما ينزلوا عشان نجربهم، وبنفس الوقت يعني حبيبي والله. anyway معلم ما راح اطول عليكم، خلينا ندخل هيك معلم، تكرم من الحكي الفاضي، خلينا نجي لهون ننجح الاوك نجرب شباب سلاحين جداد شباب، يعني لازم نشوف الوضع اوكي. لون الشباب الصراحه يعني كلون وكشكل شيء باللوز صراحه، يعني شيء تمام اوكي. عندنا هذا شباب عم بضرب 31، هذا بضرب على هذا اوكي 170 اوكي. هذا قلنا شباب فيه الاختراق الدروع والهذاك والاختراق الدروع والمدى يا اخي، ما قدرت طلعتش ارجع اتذكر بالهذا اوكي. عندنا مدى واختراق الدروع معلم، او تخيل ندخل نجرب اوكي معلم. عندنا الاختراق الدروع شباب، يعني هلا بالنسبه لهذا لنشوف الوضع معلم، نرجع نشتري من هون على السريع اوكي. بوي كم بيبي كم، ليتس جو، خلينا ندخل من هون اوكي معلم. الوضع تمام، نجي من هون نجي من هون نجي من هون نجي من هون نجي من هون، ايوه ما في حدا من هون. اولي وين الناس معلم؟ طبعا حبايبنا الكرام نزلت لكم مقطع من قبل هذا المقطع شباب، لا تنسوا تتابعوا حبيبي والله. اوه معلم هذا جاي متحمس، طول بالك معلم والله، طول بالك يا زلمه معلم حبيبي والله. اوكي خلينا نشوف هذا معلم بيضرب على تقريبا 22 24 باللوس، بس هيك تجربة سريعة شباب، فهمتوا علي شباب؟ بس هيك بنشوف الوضع، لأنه هذا شايف فيه المدى فقط، المدى تبعه يعني لازم يكون اسطوري، فهمتوا علي كيف؟ 120 اختراق درع حلو، تجربة خفيفة لطيفة، شيء باللوس، واحد وراي، ووو هيك شوت 108 باللوس، يا جماعة دمي 13 معلم شو راح يعملوا معي؟ يلا 16 اوه 32 اوكي اختراق درع باللوس، اوكي شباب، خلينا نطلع شباب بنشوف التالي اللي بعده معلم. طبعا هذا شباب يعني نوعا ما شفته يعني عادي، فيه مدى واختراق درع، بس ما مو هذا الشيء اللي راح يكون الواو والواو، فهمتوا علي شلون؟ بس ولكن يعني ماشي حاله كمان باللوز،
الا من بعد الشباب جربنا هذا الزهري. راح نجرب الان شباب راح نجرب لكم هذا اللي فيه. طبعا شوف انا على حسب ترتيب يعني الترتيب اللي شايفه بالنسبه لي ممكن يكون الغلط وممكن ما بعرف المهم مع بيبي والله هذا معلش فيه مدى ويصير اخضر. نحن بشباب بيهمنا دائما الدمج او السرعه او هيك بالاسلحه يعني عشان يعني الدمج هو يعني المهم يعني بزيد القوه يا زلمه ما انت بتعرف ده شو ليش عم برجع بحكي anyway. اول ما علم عندنا الدمج ودقه ودمج والدقه شباب والدمج والدقه فهمت علي شو نشوف هذاك هذاك عم بضل تقريبا نوعا ما 20 هيك شيء هيد شوت كان 100 وشوي نشوف هذا الدمج معنا كيف وضعه خلونا ندخل نشوف اوكي هات نشوف معلم هذا شو وضعه اوكي عندنا هذا يا مان الاوك الاوك معلم عندنا هذا اللون الاصفر معلم يعني صراحه طالع لون حلو مع السكين وكل شيء حبيبي والله اوكي هون عندنا معلم بلاش ناخذ بالدقه اكثر يعني 32 24 2 هيك على الواق 33 اوكي معلم بتشوف مساحه الشغل مساحه الوضع معلم مساحه الشغل شو يا زلمه مساحه التدريب اوكي 14 24 عفوا اوكي 14 حلو حلو الوضع تمام الوضع تمام نشوف البربر تبعته معلم البربر تبعته معلم نضرب على البربر 22 23 اوكي طول بالك معلم يا زلمه طول بالك طول بالك معلم ترى اخوي الكل يا زلمه اوكي اوه الدقه شباب شفنا لاحظنا الدقه معلم شممت ولي والله شباب بالنسبه للدقه تبعته يعني يعني عن جد عن جد باللوز الدقه معلم شغاله يا شباب مثل ما انتم شايفين عم بجيب هيد شوت بشكل سريع يا زلمه دمي اوكي اصبر لازم خلينا نجرب شباب ربكم ربكم بليز بليز خلينا نجرب حبيبي والله يلا وين ما في حدا وين وين وين, وين جماعه لاحظنا على الدقه يعني ماشي حاله 20 نشوف اللي نلعب على الهيد شباب قولي شغال وضع يا ري ايه تعالوا تعالوا بس مو مبارك يا اخي واو جيجي نجرب معنا نجرب 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 قولي شو عم ينفخ اوكي بوي اوكي حبايبي مثل ما انتم شفتوا عايزك الهدف كان فيه دمج ودقه لكن نشوف اللي بعده اللي بعده شباب اللي انا حابب اجربه شباب اللي هو هذا شباب هذا فيه كان فيه دمج ودقه تمام عفوا دمج ودقه وهذا شباب فيه السرعه بلشنا بالسرعه شباب يعني بالسرعه يعني وسرعه ومدى يعني هذا معلم يعني لازم يكون المدى تاعه باللوز والسرعه يعني ريت اوف فاير يعني سرعه الضرب شباب سرعه الضرب كمان مهمه كثير تعرفوا كثير مهمه بالاسلحه ندخل هون شباب نجي من هون نجي لهون نجرب هون حلو لون ازرق كمان اها حلو عندنا شباب بلش نحس بالسلاح بلش يضرب اكثر 31 اوكي 170 اوكي 117 نزيد بربر شوي اوكي حلو خلينا ندخل نجرب شباب خلينا نشوف اي شو معلم هذا شو وضعه معلم ليتس جو بيبي اوكي بس باقي الاخير شباب ذاك الوقت تبع الافكت ما افكت يعني ذاك يعني لازم يكون يعني توب 1 لنشوف لنشوف يا مان اوكي عندنا هذا بضرب شفتوا شباب عم بجيب هيد شوت اقل من هذاك الثاني بس ولكن يعني في سرعه اسطوريه يعني ماشي حاله لا بلا لا بلا لا دام يلا اوكي اوكي ربكم لو طول بالكم لو اوه نايس لاحظنا والله يا جماعه الفرق في السرعه يعني شفنا الفرق هون 17 بضرب هذا شوي اوكي بس الدمج 17 يعني عن جد دمج شوي خفيف بس ولكن يعني قول ليه هيد شوت باللوز تبعت المدى هذا فيديو المدى شباب المدى عنده يعني باين اوه معلم واو والله معلم حبيبي والله خلونا ندخل ونشوف اللي هو معلم الفيديو افكت ونار وشرار وحبيبي طبعا شباب اللي شفتها الحاضر ما اعرف يعني بالنسبه لي شفتها يعني هيك يعني نوعا ما يعني عادي انا بالاسلحه لوج لانه صراحه انا شخصيا ما بلعب فيها ولكن نشوف نشوف مع الوقت شو راح يصير خلينا نعمل هيك شو لوبي دام هذا معلم هذا معلم دخلنا على اثنين دمج يا جماعه اثنين دمج والمدى لا مرنج ايه المدى شباب هذا فيه اثنين مدى اثنين دمج ومدى معلم يعني الله راح يكون ضرب باللوس اوكي نوعا ما شباب كان عم نضرب كنا عم نضرب على الجسم هون بلاش نضرب 34 اوكي بالاخير كنا نضرب 33 هلا عم نضرب 34 هيك بدون شيء حلو الشكل تبعه معلم باللوز
نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون ونجرب معلم نجي لهون نشوف الوضع معلم هذا شنو وضعه ندخل نشوف حبيبي والله يلا يا مان خلونا نجرب 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 اوكي المدى معلم دقة تبعي 14 عم بضرب هذا اوكي بلشنا نضرب 25 يعني هيك دمج حلو يعني فهمت علي كيف قول لي بيبي تعمل 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 ربك تعمل 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 هذا تعمل نحاول نبربر شباب بدنا نبربر بدنا نبربر معلم بدنا نبربر يا جماعه بدنا نبربر نجرب البربره تبعته معلم كيف 25 بربر تبعته 134 37 يعني بحطوا لي بوس بوس وسط الساحه يا زلمه اقسم بالله حلو عني يا زلمه نرب على رواق بدنا واحد نرب على نرب الدمج اوكي 17 من بعد قول لي 32 قول لي هذا اوكي حبيبي والله اوكي اسكت 20 17 اوكي نفتح الجرب جرب بالسكوب شباب جرب بالسكوب اوه والله اخترق بلا يا زلمه طول بالك يا زلمه ايش فيك يا زلمه والله ده طلع ده واحد محترم يا اخي هذا واحد محترم هذا يا زلمه اوكي اوكي حبيبي والله اوكي اوكي نجرب شباب حلو حلو وراح دورك وراك وراك هدي بلو هدي يا زلمه باي بهدي خلاص هدي والله شباب يعني هذا شرب المادة تبعيته معلم المادة دقة قول لي ايه بابا خوفا خفيت لك شوف الهيتشة 8 17 25 اوكي اوكي واو والله ما اعرف كيف لحد حبيبي والله جيب يا شباب والله معلم خلونا نجرب تي تي خلينا نروح من هون نجرب الوضع نجي لهون هذا ما حابب اشوف المادة تبعه معلم هيك مبين ايوه اه شباب شغال الوضع شغال ماشي بوشي اوكي يعني نوعا ما شباب دمج الاوك هذا يعني سوى متوسط 25 اوكي يعني اتس متوسط قولي قولي وال وال شباب خلونا نروح من هون معلم والله لانه معلم بلش الوضع يكون حرج اعزائي الكرام والله يسعد لي اياكم جميعا ان شاء الله استمتعتوا معنا بهذه الحاضنه يا اساطير هذه الاسلحه الجديده اعزائي الكرام حبايبي الله يسعد ليكم اكتبوا لي بالتعليقات رايكم هذه الحاضنه انا الصراحه انا شفتها يعني بين متوسطة وشوي جيد جيده يعني متوسطه فهمت علي ولكن الاسلحه الاوغ انا يعني قليل من الملعب فيه ملعب الاسلحه الاوغ اوكي سو الله يسعد ليكم حبايبنا ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع لا تنسوا اللايكات والشيرات والمشاركات وحبيبي والله يومكم سعيد